السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم بناتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا قلت بقى ايه، نطلع مع بعض كده نعمل الكحك مع بعض. كل سنه وانتم طيبين. كحك العيد بأقل حاجه، يعني إيه، على قد الايد زي ما بيقولوا. انا محضره 3 كيلو دقيق، السمنه انا كنت شايله قشطه بتاعت اللبن طول السنه، سيحتها وعملت منها سمنة معتبرة، يعني سمنة فلاحي 100، وزودت عليها كيلو من الزبدة. بقى عندك سمنة على زبدة، ما تكلفتيش حاجة. جبت محلب وطحنته في الكبة، تمام. السمسم نقيته وحمصته في الطاسة كده، حمصناه، نطلع منه الرطوبة. تحطي على الكيلو كيس بيكنج باودر، انا عاملة 3 كيلو بقى هحط 3 كيس. حطيت 3 كياس بيكنج باودر وقلبت مكونات الجافة دي مع بعض اهي. جايبة ريحة كحك كمان. دي ريحة ورد. حط 2 كفاية على 3 كيلو، تمام. جت بقى اهم مرحلة، قبل السمنة انا بزود سكر بودرة على الكيلو، بحط نص كوباية، يعني على 3 كيلو هحط كوباية ونص. هقلب برضو السكر مع الدقيق المكونات بتاعتي. بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سمي كده بسم الله وانتي بتشتغلي في الكحك بتاعك عشان ربنا يطرح فيه البركة كده ويطلع زي الفل. بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله، اللهم بارك. خلاص كده هحط بقى السمنة بتاعتي على الكيلو، بنحط 550 جرام، تمام. يعني 3 كيلو دول 2 الا يعني شوية. انا هبس واحدة واحدة كده. بسم الله. نبقى كده واحدة واحدة وبعدين نبس بقى ايه براحتنا العجين. طبعا حطينا رشة ملح على الدقيق. بسم الله. نكمل واحدة واحدة. سيحة الزبدة مع السمنة على اساس انهم يدوا طعم واحد. يعني اشتغلي بقى بايدك
واخدين العجينه كويس. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واحده واحده انا مالك. الدقيق كله يشرب العجينه، يشرب السمنه، هي سمنه على على ايه، على زبده زي ما بقول لكم. كنت محوشه القشطه سيحتها وعملتها ايه بقى سمنه، ريحتها كانت جايبه اخر الدنيا ما شاء الله، الله اكبر اللهم بارك. وزودت عليهم كيلو من كيلو زبده، زبده عاديه مش زبده غاليه. فرن يعني انا جايبه فرن الحمد لله. اللهم بارك. شربي بس العجينه الاول كده بالراحه، وبعدين بسي بقى، بسي على قد ما تقدري. خلي الدقيق كله يشرب السمنه. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسي بقى كده اخدمي بقى العجينة. اهم خطوه الخطوه دي ان انت تبسي العجينه بتاعتك ربع ساعه على اكتر. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اخدمي بقى العجينه على قد ما تقدري. طبعا لو عندك يعني حاجة أكبر من اللي أنا شغالة فيها هتبقى أسهل بالنسبة لك، بس أنا للأسف دي أكبر حاجة عندي، بس كله بينفع الحمد لله. بسي بقى العجينه بتاعتك ربع ساعه تلت ساعه زي ما قلنا، على قد ما تقدري وعلى قد ما صحتك تجيب بقى، ربنا يديكوا الصحه جميعا. بعدين هنرجع نشوف هنعمل مع بعض ايه كده. تمام عجنا بسنا العجينه لغايه ما شاء الله، بصوا عاملين عامله زي الملبن ازاي، شايفين العجينة عاملة ازاي. هي احتاجت سمنة تاني على فكرة، طبعا كل واحد والدقيق بتاعه. هي كده بقى الكيلو واخد 600 جرام. تمام انت طبعا بتبتدي بال 550، ولو لقيتي العجينة بتاعتك مشققة ومش طرية كده بتزودي في السمنة شوية. تيجي بقى تجربي كده العجينة بتاعتك اهو، بصوا العجينة شكلها عامل ازاي، ولا شققت ولا اي حاجه، زي الفل اهي. تمام طيب دلوقتي ايه الخطوه اللي انا هعملها؟ دلوقتي انا هحط بقى الخميره بتاعتي اهي، خمرت انا سايباها خمرت اهي. هتحطي الخميره بتاعتك مش هتعجني، يا دوب هتلمي العجينه بتاعتك. مفيش عجن بقى خلاص،
انتي خدمتيها في الاول على قد ما تقدري، خلاص كده هنلم بس العجين، الخميرة بتاعتك بس تختفي، العجينة بتاعتك عشان الدقيق ما يعملش عرق والكحك ينشف منك، يبقى عامل زي العيش. اللهم بارك، ان شاء الله شوية كحك زي الفل. بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله. لمي عجينتك لغاية بس ما الخميرة بتاعتك تختفي، ده ربع كوباية مية. وانا شايفة كده ان العجينة مش هتحتاج سوائل، اللهم بارك زي الفل كده بربع كوباية مية. بنلف العجينه كده واحده واحده، متعجنيش مفيش عجن جامد، انا بس بشرب الخميره بس. عايزه بس الخميره توصل للعجينه كلها. طب عليها بالراحة كده، مش عايزة عجن. ان شاء الله، اللهم بارك. بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بس انا شايفة كده الخميرة ما شاء الله خلاص كده ايه اختفت، العجينه كلها بالراحه خالص. خدي بقى قطعه عجينه كده وجربيها، اهي بصوا العجينه ولا شققت، لو شققت منك تبقى محتاجه سمنه، ما تحطيش سوائل، السوائل بتنشف، لو شققت منك تبقى محتاجة سمنة، لكن طالما ما شققتش وطرية وزي الفل كده خلاص هي مش محتاجة حاجة، ما شاء الله اللهم بارك زي الفل. بس انت كده يا دوب بقى ايه، تعال نجرب بالبصامة، شوف برضو شكلها عامل ازاي بالبصامة. كور اهي، بصوا اللهم بارك زي الفل زي الفل، والنقشه اهي باينه ولا شققت ولا اي حاجه زي الفل. تمام كده العجينه بتاعتك زي الفل، لا تعجني ولا تيجي جنبها خلاص، طب عليها كده وسيبيها بقى ترتاح على بال ما تولعي الفرن بتاعك، جهزي الصواني اللي انت هتحطي فيها 5-10 دقايق بكتير قوي، ما تخمريش الكحك، سيبيه كده 5 دقايق ولا حاجه على بال ما تحضري حاجتك، وبعدين نبتدي شكلي وخلصي كحك. كل سنه وانتم طيبين، هرجع لكم تاني. سيبنا العجينه الحمد لله ارتاحت شويه، انا مغطياها بفوطه كده، سايبه بقى الجزء اللي انا ايه هشتغل منه كده. تمام، انا جهزت ملبن وجهزت عجوه. تمام، طبعا بتعمليهم ازاي، بتاخدي العجوه بتاعتك تحطي فيها معلقتين سمنه وتدعكيهم كويس مع بعض، وتبشري اي بقى مكسرات عندك اذا كان موجود، يعني مش موجود خلاص مفيش مشكله، انا كان عندي بواقي يعني حوالي تمن بندق وتمن، اللهم صل على النبي، عين جمل، عملت العين الجمل مع الملبن اهو، بشرته برده
في الكبه كده ورحت عاملاه. وبرده نفس الحكايه، بتحطي معلقتين سمنه وتدعكي الملبن مع السمن وتحطي عليه المكسرات وتدعجنيهم مع بعض كده، وبعدين تجهزي بقى ايه حاجتك. اللهم بارك اهو. عجينة ما شاء الله، ملبن في ايدينا. هنرصهم كده وفي الاخر بقى هنعملهم بالبصامة. اوعي تزودي سوائل، السوائل هتنشف لك الكحك. انا ولعت الفرن وجهزته يسخن على بال ما نعمل كام صينيه كده، وبعدين نسوي بقى واحده واحده على الله. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب. انا ليه قلت عليه كحك على قد الايد؟ يا دوب هو الكيلو الفرن اللي انا جبته، كيلو زبدة فرن، وزي ما قلت لكم كنت محوشة القشطة بتاعت اللبن طول السنة بحوشها، وجيت من كام يوم كده رحت مسيحها على النار وعملتها احلى سمن. وخلطت ده على ده والحمد لله على كده، وان شاء الله يطلع احلى كحك. على فكرة السنة اللي فاتت برضو عملت كده، برضو كانت كنت حاطة مخلطة زبدة فرن، بس كان كنت جايبة كيلو زبدة نيوزيلندي. للأمانة كانت الظروف احسن من السنة دي يعني. بس اتصرفت بقى، بدل نيوزيلندي عملت احلى بقى زبدة فلاحي، سيحتها كده بقت سمنة فلاحي ما شاء الله عليها، وريحة ايه بقى، وان شاء الله الطعم يبقى احسن واحسن والحمد لله. معلش هي مقلبظة علشان الحشو بتاعها، طبعا لازم يبقى الحشو ايه حلو كده مليان، متبقاش الكحكاية فاضية. دوبي بقى كده اهو، اللهم بارك يا رب. كل سنة وانتم طيبين. الجاهز تمنه مولع والحاجة كلها مولعة في السوق، فالحمد لله ان الواحد بيقدر يعمل حاجة على قد الايد كده وبتطلع احسن حاجة والحمد لله. طبعا الدنيا حر، فالعجينة ايه بقى طرية طراوة. بصوا عاملة ازاي، ملبن في ايدينا كده، ملبن ده اللي بيخلي بقى الكحكية تطلع معاكي ايه دايبة دوب. اخدميها بس وانتي بتبسي العجينة مع السمنة، اخدمي على قد ما تقدري لغاية ما تقولي انا دراعتي الاتنين وجعوني. اللهم بارك. عايزه ايه العجوه ما تبانش منك عشان في السوا ما تتحرقش.
انتي بتخلصي طبعا الصينيه بتاعتك، بتبصمي بقى من الاول للاخر باقدم واحده عملتيها، يعني اول واحده عملتيها هي اللي بتبصميها الاول. بصمهم بقى، هكمل انا الكميه بقى كلها اللهم بارك، لما يطلع كده ويستوي هوريكم شكله باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انزلي بقى بصمي كده، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كده هو تمام، خلص بقى بقية الكمية ونسوي واريكم ان شاء الله. خلصنا خلاص يا بنات، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، بص ربنا يبارك، حكاية ناعمة خالص دايبة دوب. بصوا بصوا الكحكاية دايبة دوب ازاي، ما شاء الله طلع زي الفل. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.